تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51، والتي تستمر حتى 4 من الشهر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع 5. ويشهد المعرض إقبالا كبيرا من الجمهور نظرا لزيادة أعداد دور النشر المشاركة فيه أو التنظيم على مختلف المجالات. وللمزيد تنضم إلينا سارية ياسين مراسلة إكسترا نيوز. إليك سارية. نعم، شكرا نهى، شكرا جزيلا. بالفعل أنا هنا من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51. المرة الثانية نهى، هذا المعرض أو معرض القاهرة الدولي للكتاب يعقد هنا في معرض مصر أو مركز مصر للمعارض الدولية على مساحة كبيرة جدا، آلاف المترات، تقبع 4 قاعات كبيرة جدا بها حوالي 880 جناح للناشرين، حوالي 900 ناشر من 38 دولة مشاركة في هذا المعرض وهذه الفعالية الكبيرة التي ننتظرها كل عام أو ننتظرها سنويا. هناك هذا العام ازدادت قاعة جديدة، هي قاعة للمسرح وللعروض والندوات الكبيرة، قاعة لعرض الأفلام، وهي قاعة استطاعت أن تشارك فيها عدد كبير من الفعاليات الموجودة اليوم. منذ بداية اليوم، منذ الساعة 10 صباحا، منذ أن فتح مركز مصر للمعارض الدولية أبوابه لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، رصدنا عدد كبير من المواطنين، توافد عدد كبير من الأسر المصرية وحتى الأسر الإفريقية، وعدد من عدد أيضا من الدول، الطلاب الأفارقة والأسيويون الذين جاءوا إلى هنا للتجول في قاعات المعرض والتعرف على أبرز الكتب الجديدة، أهم الإصدارات، البحث عن أهم الكتب التي ينتظرونها ليجدونها هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب سنويا. يعني هناك طبعا هذه الأعداد الكبيرة يعني موجودة في هذه المساحة الكبيرة أو المساحة الضخمة في هذه القاعات، والتي تتوفر فيها كل سبل الراحة ربما لكل أعضاء الأسرة، للأطفال، لكبار السن، هناك سبل الراحة متوفرة للجميع، يستطيع الجميع القدوم إلى هنا و قضاء يوم كامل في معرض القاهرة الدولي للكتاب. هناك عدد من الفعاليات التي تقام للأطفال خاصة في المسارح، هناك جناح خاص بالأطفال هنا في المعرض. اللافت أيضا هذا العام هناك تطبيق معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا التطبيق الذي يستعرض عدد من الندوات ويقدم تفاصيل كثيرة عن الفعاليات الموجودة يوميا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. يستطيع الجميع التعرف على أماكن الكتب التي يبحثون عنها، أسعار هذه الكتب، هناك خريطة كاملة وشاملة لكل هذه التفاصيل في معرض القاهرة. أنا هنا موجودة في جناح السنغال، هذا الجناح الذي يعتبر ضيف الشرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي استضاف على الفترة الماضية أو في مدار الفترة الماضية الأسبوع الماضي بأكمله عدد من الفعاليات والندوات، استضاف عدد من الكتب الهامة جدا لعدد من الكتاب الكبار في السنغال، من بينهم الشيخ أنتجوب وأيضا الكاتب سنغور، وهو كان الرئيس الأول للجمهورية السنغالية، وعثمان سنبن، مؤلف كبير جدا في السينما والدراما السنغالية. تفاصيل كثيرة، هناك أجواء كثيرة وأجواء هامة وفعاليات كثيرة في هذا المعرض نستعرضها ونتعرف عليها يوميا معكم من هنا. نعم، شكرا لك سارية مراسلة إكسترا نيوز من معرض القاهرة الدولي للكتاب.